توخو شبرا الخيمه شرق وقاع، وشرقيه كانت غرب الزقازيق وفاقوس وعداي القبه في القاهره. دول 12 حاله بتوع اليوم. اما بالنسبه لنتيجه العينه لماده الاستاتيكا، كانت جمله اوراق العينه 5215، نجح منهم 4451. النسبه المئويه للعينه 85.3. حصل على 30 درجه اللي هي الدرجه النهائيه في ماده الاستاتيكا الرياضه التطبيقيه، 162 طالب وطالبه. كان 143 طالب في المدارس الرسميه، و11 طالب في المدارس الخاصه بمصروفات عربي، و8 طلاب منازل. بالنسبه للطلبه اللي حصلت على 27 درجه لحد 29 درجه ونص، كانوا 1187 طالب وطالبه بنسبه 26% و67 من 100. حاضر. الطلبه اللي حصلوا من 27 درجه لحد 29 ونص، 1187 طالب وطالبه بنسبه 26% و67 من 100. والطلبه اللي حصلت على 24 درجة لحد 26 درجة ونص، 1228 طالب وطالبة. 28 بنسبة 27.59 من 100%. والطلب اللي حصل على 21 درجة لحد 23 درجة ونص، 858 طالب وطالبة بنسبة 19% و28 من 100%. برضو ظهرت عندنا عينة تانية، هي مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. كانت جملة أوراق العينة، ودي بتاعت علم علوم، 8151. نجح منهم 7649. 649. النسبة المئوية للعينة بالنسبة للنجاح 93.8. حصل على 60 من 60 في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، 754 طالب وطالبة. 54 بنسبة 9.86 من 100%. 9.86 من 100%. وحصل طلاب المدارس الرسمية على الدرجة النهائية 60 من 60، 680 طلاب مدارس رسمية، 680. والمدارس الخاصة بمصروفات 52 طالب وطالبة، والمنازل كانت 22 طالب وطالبة. دول حصل 22. 680 رسمية، 52 خاصة بمصروفات عربي، 22 منازل. كانت النسبة من 54-59 درجة ونص، كانت 3181 طالب وطالبة. 181 طالب وطالبة. اللي هم من 54-59 ونص، اللي هي من 90% لأقل من 100%. بنسبة 41.6. أما من 80% لأقل من 90% اللي هي من 53.5، كان عدد الطلبة 1454 بنسبة 19%. النهارده ان شاء الله هنبعت لكم على الميل نتيجه ماده الجغرافيا اللي هي بتتجمع دلوقتي، ان شاء الله هي خلصت تماما، وبيجمعوا النتيجه النهائيه لماده الجغرافيا، وان شاء الله تكون عندكم على الميل في خلال ساعه ان شاء الله. انت تسال لوحدك، انت بتسال هنا ليه؟ بجد احنا بنشكر فعلا المجهود اللي بتبذله الاداره عامه للامتحانات واستجابه الوزير لمصلحه الطلبه. لكن في مشكلة جامدة جدا بتقابلنا، احنا بنعمل عينة عشوائية. بنعمل عشوائية عشان نستبين من العينة العشوائية الأسئلة اللي الطلبة وجدوا صعوبة فيها، فالمفروض على السادة المستشارين يتعبوا شوية ويجيبوا لنا التقارير بتقول السؤال الأول كانت إيه مشاكله ونسبته قد إيه، بدل ما يجيب لي يقول لي نجح قد كده. طيب هو طبعا انا فاهم السؤال طبعا، والسؤال كان افضل من انا مش طب خليك بس معايا، بس خليك بس معايا.
طبعا ده كلام سيادتك مظبوط 100%. انت بتتكلم على الاستاتيكا السؤال الرابع ده وعلى الجبر والتفاضل، لان انا لما نزل البيان الاعلاني بجد مفرح جدا. لكن ايه اللي اتعمل فيه؟ ايه اللي اتعمل فيه يا استاذ محمد؟ هل اتشالت الاسئله اللي هي كانت سببت تعدلت النموذج الاجابه بالنسبه للتفاضل بس، الجبر ما فيهوش اي حاجه. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ محمد ان فعلا مفرحه جدا تمام، لكن ما عرفناش ايه المشاكل اللي ظهرت ونسبها قد ايه، وهل هتتحسب ولا لا؟ هل هتتعدل درجاتها؟ لا ما اتعدلت يا استاذ، والتصحيح شغال عليها. تم تعديل النموذج الاجابه بتاع التفاضل، واحنا قلنا ده. احنا كصحافه بنحتاج الحته دي وبنحتاج. ماشي، خلي المستشار يبقى يجيبها لكم. حاضر. اه يا ريت. عينيا الاثنين. هي ابو تشت الوقت مش يعني كان وقت متاخر شويه. طيب فهو يعني اكتر من كده، اكتر من كده، بس على طول في ساعتها يعني كان ابو تشت بالظبط، والطالب حتى اللي صور تم اكتشافه الطالب نفسه. بكلمك جدا ابو تشت هنا بالظبط، يعني بالتحديد الطالب، يعني الطالب ده اتحدد. بصي هو يعني احنا بنحمد ربنا ان 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 مفيش تكرار لطالب، يعني ان احنا كل طالب بيحاول يغش بيتم اكتشافه، وكل يوم عن يوم ده بيتم اكتشافه، والطلبه نفسها بتخاف تاخد الموبايل معاها جوه اللجنه. والنهارده لما نقول 12 حاله النهارده، يعني ان شاء الله يبقى في نجاح بالنسبه للمنظومه كامله، ان فعلا حالات محاوله الغش قلت على مستوى الجمهوريه. لكن وجود حاله واحده مش معناها ان في حالات كتير قلت، والله 12 حاله النهارده. فوق ايه؟ اكتر من كده. وكل الولاد في الشيوخ القانونيه، كل الطلبه دي موجوده في الشيوخ القانونيه، وهتتم الغاء الامتحان ليها. لا عدد الطلبه حتى لو 300 طالب مش هيأثر على الاسئله، احنا عندنا 450 الف طالب و50 الف طالب نظام قديم. يعني لما يكون نص مليون وفيه 100 طالب ولا 300 طالب ولا 500 طالب حتى ما يأثروش. احنا ما نقدرش نحدد النسبة ايه غير لما نخلص الامتحانات خالص ونخلص التصحيح، تبتدي تبان النسبة عامة، ودي هتبقى موجودة بمنتهى الوضوح. محمد كم حالة غش من بداية الامتحانات لغاية دلوقتي الاسبوع؟ هو يعني لحد الان اللي عندي حوالي 300. 300؟ اه. مقارنة بالسنة اللي فاتت كانت اكتر. كانت اكتر، كانت معدية ل 800. طبعا في حالات اللي احنا بنقوله ده، في حالات تانية في المديريات واللجان، رؤساء اللجان بيكتشفوها وبيبعتوها لنا. حد عنده اي سؤال تاني؟ اتأخرت 10 دقايق. لا مش 10 دقايق، 10 الا ربع. 10 الا ربع، مش انا بقول لك اهو اتأخرت 10 الا ربع. 10 الا ربع، لا بص التأخير 10 دقايق ربع ساعة ما بيخش اللجنة. الطالب يحدث بظروفه ان هو اتاخر ليه، وانا عليا ان انا ادخله الدور الثاني من الدرجه الفعليه لو عنده ظروف. لكن احنا شايفين اهو، ما ينفعش طالب يقعد بره اللجنه 10 دقايق ربع ساعه وبعد كده يخش. ربع ساعه، بعد ربع ساعه ممنوع الدخول. ده مش نظام السنه دي، ده نظام بقاله سنين. اي حد يدخل حد بعد ربع ساعه يبقى تجاوز. هي طول زي ما هي عايزه تيجي تشتكي الكلام ده واحنا نثبته. احنا مش بنمنع حد انه يشتكي، تيجي تشتكي ونثبته، لو ليها حق تخش الدور الثاني الدرجه الفعليه تماما بكامل درجاتها، ما عندناش مشكله. ودي حالات بتحصل يعني. ما مش كل واحد مع ساعه، هو لو 9 ربع يدخله، انا عنده تصريح بكده، هو بينه وبين الطالبه ايه؟ هل هي جت امبارح وطلعها؟ يعني خلينا ناخد الرأي التاني، لكن تثبت ده هي تقول أي حد يقول.
انت عارفه اي حد يقول اللي هو عايزه، لكن تيجي تثبت ده ولا لو في حاله التاخير اذا كان لاسباب خارجه عن ادارتها احنا ندخلها الدور الثاني من الدرجه الفعليه، ما عندناش مشكله. وعندنا حالات كتير تاجيل يعني. طيب استاذ هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم هيقعد مع حضراتكم دقايق عشان برضو تاخدوا التليفونات بتاعته وتتواصلوا معاه. شكرا. في بدايه كلامي بقول لحضراتكم جميعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قرب شهر رمضان، ربنا يعيده عليك وعلينا بكل خير وصحه وسعاده. ويشرفني ان انا اتواصل معاكم في كل وقت، وعشان خاطر يعني نتواصل مع بعض في حاله من حالات السهوله واليسر. انا لسه طبعا جاي ما بقاليش 3 ايام حتى لسه ما قعدتش في مكتب، ومع ذلك بدات يعني امارس عملي بناء على تعليمات معالي الدكتور الوزير. وان شاء الله باذن الله تعالى يعني انا مش هتكلم كتير غير اني برحب بيكم وبقول لكم ان انا تحت امركم في كل لحظه وفي كل ثانيه من اليوم كله على مدار ال 24 ساعه يعني قدر استطاعتي. وانا معاكم يعني اشارك في 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 حراك نحو الافضل يعني فيما يخص شغلي في الوزاره وفيما يخص شغلكم. يعني احنا الاثنين تجمع بيننا يعني ارضيه واحده. كل ما اطلبه بس من حضراتكم ان يكون في ارضيه من الثقه بيني وبينكم، لان واضح ان في ازمه ثقه في البلد بسبب الظروف اللي احنا مرينا بيها كلنا. الناس مش مصدقه بعضها، ولما حد بيقول حاجه يعني قلما نثق فيها. انا اعدكم بحاجات منها الحريه الكامله لي، يعني مطلق الحريه لحضراتكم، ولكم الحق الأكمل في الحصول على المعلومة بالشكل اللي انتم شايفينه. وأنا أعلم تماماً طبيعة مهنتكم، وبصفتي راجل إعلامي وفنان أنا علاقتي طيبة جداً بكل إخواتي وأخواتي الصحفيين والصحفيات، وعارف أن انتم يهمكم توصلوا للمعلومة، وطبعاً المعلومة السليمة من خلال مهنتكم الشريفة. فأنا تحت أمركم في أي وقت ولا قيود عليكم، والوزارة زي ما هي بيتنا بيتكم، وكل ما يتمناه الصحفي أو الأستاذة الزميلة الصحفية إحنا تحت أمركم فيه. فقط أنا ليا مطلب واحد وأمنية أرجو أن أنتم تشاركوني فيها، وأرجو أن أمنيتي لا تتعارض مع يعني مع توجهاتكم أو مع طموحاتكم أو مع تحركاتكم، وهي أن أنا بحلم ان يكون في مركز اعلامي. ممكن يقولوا ان في مركز، كان في مركز اعلامي قبل كده او في دلوقتي او كان في ومش مفعل. يعني دعونا نتحرك نحو الافضل. كل واحد في مهنته بيبقى عايز ينجح وعايز يقدم افضل ما لديه. ان شاء الله احنا بصدد ان يكون عندنا مركز اعلامي محدد المكان يستطيع الصحفي من خلاله ان هو ياتي اليه ضيفا عزيزا مكرما او صاحب بيت زي ما بيقولوا، يحصل على المعلومه اللي هو عايزها. وانا اعدكم بكامل الشفافيه، ليس كلام يعني للترويج الاعلامي، لكن ده كلام حقيقي. واللي يعرفني ويعرف تاريخي سواء كفنان او كموظف انا ما عنديش ما اخفيه، واحب دايما وابدا تبقى الشفافيه هي العامل المشترك اللي بيني وبين الزملاء والزميلات. لن تجدوا مني الا صراحه، ولن تجدوا مني الا شفافيه ضمانا للوصول المعلومه بالشكل اللي انتم بتتمنوه. انا بقول المركز الاعلامي اللي هيتعمل اللي يليق بالوزاره ويليق بتشريفكم ان شاء الله هيبقى مركز اعلامي مقروء ومسموع ومرئي، عشان نبقى في حالة تواصل لحظة بلحظة وثانية بثانية، وما نتأخرش عليكم في إمدادكم بالمعلومات اللازمة اللي انتم بتدوروا عليها. اللي عايز يجيب معلومة من الوزارة من أي مكتب أنا مش هبقى واقف ضده. ليس معنى أن أنا ببحث عن وجود كيان ثابت يعني نجد فيه إطار أو آلية للتعامل بيننا وبينكم أن احنا بنحدد تحركاتكم أبدا، عشان ما حدش يفسر ده أن المركز الإعلامي يبقى محدد يبقى احنا هنبقى مقيدين وحركتنا مقيدة ومش هنعرف ناخد معلومة
معلومه لا من هنا ولا من هنا، وكل ما نتكلم يقولوا ما فيش غير مكان واحد. لا والله ابدا، لكم مطلق الحريه في ان انتم تحصلوا على المعلومه بالشكل اللي انتم عايزينه. فقط انا بطمنكم لو جيتونا المركز الاعلامي اللي انا بتمنى ان هو يكون على شكل معين، كل اللي انتم عايزينه هتلاقوه. ولما بتكون المعلومه من مصدر موثوق منه انتم سوف تشهدون فيه الصراحة والشفافية والنزاهة. أنا أعتقد أن ده هيطمنكم ويخليكم مرتاحين أول بأول أن إحنا والله لما بنذهب للمركز الإعلامي بنحصل على المعلومة الصادقة الصريحة. وأنا لن أخفي عليكم شيء، وده عهد بيني وبينكم، سواء حاجة فيها سلبية أو إيجابية، إحنا مش شغالين في الجنة، إحنا على الأرض والأرض كلها مشاكل. أنا هبقى سعيد جدا جدا بأراءكم وأطروحاتكم، وهبقى سعيد بانتقاداتكم. وأنا شخصيا يعني ممكن يعني أستحمل أي نقد، بس أرجو أنه يكون نقد بناء نحو الأفضل. وكل ما أرجوه أن قبل ما تصرح بحاجة اسألني، يعني لو أنا عندي السلبية دي والله لا أعترف بيها، هقول نعم الموضوع كذا وكذا وإن شاء الله نعيدكم بالإصلاح. لكن لا يليق أبدا بالمؤسسة الصحفية الموقرة المحترمة، ولا يليق بينا وإحنا دلوقتي في توجه جديد نحو بناء الدولة وإعادة بناء الدولة، أن يبقى كل واحد بيقول أي حاجة دون الاستوثاق منها. فأنا بقول لكم أرجوكم كل ما أناشدكم به هو الاستوثاق من المعلومة. وأنا مش هخبي عنكم شيء، وبقول لكم مش هأيدكم، اللي أنتوا عايزين تعملوه اعملوه، بس يا ريت ترجعوا لي عشان أبقى أنا المصدر الصادق الأمين معاكم الشفاف. وإن وجدتم في كلامي معاكم أي حاجة تخالف الوعد اللي أنا بوعدكم به، ساعتها ابقوا ازعلوا مني، بس أنا واثق إن أنا مش هزعلكم مني أبدا، لأن أنا هتعامل معاكم في إطار من الحب والاحترام والود والشفافية والصراحة. وسوف تشهد الأيام القادمة كل اللي أنا بقوله ده. أنا اسمحوا لي أدوكم أرقام تليفوناتي وتحت أمركم، وأرجو لو حد بيتصل بيا وما ردتش عليه، عدم الرد مش معناه أنا مش عايز أرد عليه، أنا ممكن أكون برد على التليفون الآخر، أو أكون مثلا في مؤتمر أو في اجتماع مع معالي الوزير، أو أكون بعمل حاجة ما بتمكننيش من الرد. والدليل ان انا جالي امبارح رسائل من بعض الاخوه الصحفيين، تحديدا من جريده الشروق الاستاذه منى، كتبت لي بتصل بيك ومفيش رد، ارجو انك ترد عليا بشان الموضوع الفلاني. والله اتصلت بيها 6 مرات ما ردتش عليا، انا اتصلت بيها، انا عودت الاتصال، انا عايز اقول لها انت كلمتيني وانا ما كنتش متمكن من الرد، وانا هرد عليكي. وانا بوعدكم ان انا هسجل ارقامكم كلها، لو في زميل او زميله من الصحفيين المحترمين هيتصل بيا وانا ما تمكنتش من الرد وشفت اسمه، وعد مني أنا اللي هعود الاتصال بي في أول فرصة متاحة لي. تليفوناتي 012-739-4615. اسمحوا لي أقوله تاني، 012-739-4615. في رقم آخر 010-9-290-5615. هقوله كمان مرة، 010-9-290-5615. هم الرقمين بينتهوا ب 615. تحت أمركم طول ال 24 ساعة الإيميل، عشان لو هنتواصل عبر الإيميل أبعت لكم حاجة أو تبعتوا لي حاجة. حاضر الأستاذة رضوى، إن شاء الله الأستاذة رضوى هتبعت الإيميل، وأنا برضو هقوله. حاضر يا فندم، أنا برضو هقوله، هاني كمال HANYKAMAL 5 هاني كمال 5@hotmail.com هاني كمال 5@hotmail.com. بشكركم جدا، وانا في اللحظه دي بما اني قعدت معاكم وتشرفت بيكم، انا مستعد لاي سؤال، اي سؤال يحمل اي معنى، سواء انا ما عنديش مشاكل بالمناسبه، حتى لو السؤال بيحمل قدرا من الحساسيه انا ما عنديش حساسيه. قد يتراءى للبعض منكم ان هو عايز يسالني في حاجه قديمه او حديثه او مستقبليه، انا بقول لكم انا تحت امركم، ما عنديش مشاكل وجاهز للرد بكل صراحه عن على اي سؤال ياتي من حضراتكم. وبشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين، ولو في اي سؤال انا لسه ما زلت معاكم.
والله انا كل اللي اقدر اقوله لك بـ 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 يعني بهذا الشان ان السيد رئيس الجمهوريه حينما يبدا بنفسه نحو بناء الوطن، وان احنا مش معقوله هنفضل طول الوقت بنمد ايدينا للدول بشان المساعدات، ان الاوان ان احنا يعني نعتمد على انفسنا، ولو ان الاعتماد ده هيكون بدايه بيه هو شخصيا. يعني هو قال انا هبدا بان انا اتبرع بنص مرتبي ونص ثروتي اللي تركها لي والدي. هو بيضرب المثل في اذا كنا بالفعل ناويين ان احنا نبني البلد دهية وما نمدش ايدينا لمساعدات كتيرة، عشنا على المساعدات فترات طويلة جدا جدا جدا. اي امة عايزة تبني نفسها من جديد بتتحمل، ومن ثم تأتي يعني معاني جديدة تطل علينا منها. يجب أن نتقشف. هنا التقشف مش معناه أن احنا يعني ما ناكلش وما نشربش وما نعيش، لا، بس إن كان عندنا منافذ للرفاهية والمصارف الأموال بتاعتنا فيما لا يفيد، يعني آن الأوان أن احنا نوفر الحاجة الدهية، ونشوف إن كانت مواردنا المالية بيذهب جزء كبير منها في حاجات ما بتعودش على الدولة بفائدة حقيقية، علينا أن نتوقف وأن نرشد من استهلاكنا ليها سواء ماديا أو معنويا، لأن كل ده بدوره هيؤدي أن إحنا أمة بتعتمد على نفسها. وكما بدأ السيد الرئيس بأنه بدأ بنفسه، قد تكون هذه دعوة لكل من يستطيع أن يقدم العون والمساعدة في إعادة بناء الوطن من جديد. لو كل موظف على قدره صغيرا كان أو كبيرا أراد أن يضحي بجزء من ماله من وقته من أي شيء يملكه نحو بناء الوطن ونحو مساعدة الوطن، ها نحن نرى رئيس الجمهورية يبدأ بنفسه. ومن منا أراد أن يعني يقلد السيد الرئيس في هذا الشأن، أهلا وسهلا، ده بيتنا وإحنا وحق بيتنا علينا أن إحنا نهتم به ونرعاه وأن إحنا نبنيه بصدق وبحب، لو هنبدأ بنفسنا بالمال وبالجهد إلى آخره.